والله كريم جواد يعطي من غير سؤال لكن اذا طرق العبد بابه وتوجه اليه وقصده وجد ربا يعرض على الخلق العطاء فما من ليله من ليالي الدنيا الا ينزل ربنا تبارك وتعالى فيها في ثلث الليل الاخر يقول من يدعوني فاستجيب له من يسالني فاعطيه من يستغفرني فاغفر له هذا العرض الالهي الرباني الذي يتكرر كل ليله ينبئ العباد انهم الى الله فقراء وانهم محتاجون اليه غايه الحاجه وانه لا بلاغ لهم في صلاح دينهم ولا بلاغ لهم في صلاح دنياهم الا بحسن الصله به جل في علاه